تتجه الأنظار إلى بيحان، المديرية الأثرية القريبة من منابع النفط في شبوة. قوات الجيش الوطني والمقاومة أعلنت بدء عملية عسكرية واسعة لتحرير المديرية من سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع. وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فقد نجحت العملية حتى الآن في تحرير جبل العلم ونقطة ومحطة السليم ومنطقة الساق، وصولا إلى الخط الإسفلتي الواصل بمحافظة البيضاء حيث طريق إمداد الميليشيا من هناك. لعل هذه العملية العسكرية هي الثانية لإنجاز تلك المهمة المستعصية. واللافت أن سابقتها كانت تتويجا لعملية تحرير المحافظة في مارس الماضي، لكن لم يعرف حينها عن مآل تلك العملية أو نهايتها، وهو ما يعني على الأرجح احتمالان: إما أنها انتهت بإبقاء الجيش والمقاومة عليها كجبهة استنزاف للميليشيا، أو أنها وجدت فيها جبهة غير مهمة وغير مؤثرة بالنظر إلى خارطة الجبهات العسكرية المفتوحة. ولا تبدو العملية العسكرية الأخيرة بعيدة عن تلك الأجواء أيضاً، فما يجري في بيحان ميدانياً هو حصار مفروض على المدينة واشتباكات يومية تمتد إلى عسيلان حيث حقول النفط، وهي مناطق تواجه فيها الميليشيات حرب استنزاف مكلفة من جانب المقاومة الشعبية ووحدات الجيش. أحيط الإعلان الجديد بضخ إعلامي تحدث عن تحريك تعزيزات عسكرية كبيرة تشارك فيها 3 ألوية إلى جانب المقاومة الشعبية وطيران التحالف. رافقت ذلك بيانات عن تقدم كبير ضد الميليشيا، لكن غابت الصور والفيديوهات وبدت العملية موازية لتلك التي تخوضها القوات على تخوم صنعاء. ماذا تخبئ الحكومة في جعبتها هذه المرة في عملياتها الجديدة؟ وما دلالة توقيت إعلانها بالتزامن مع المساعي الدولية الهادفة لحل سياسي في اليمن؟ أسئلة تبدو لمراقبين واضحة وتحمل إجابات من واقع الميدان. فالراجح أن غرض هذه العمليات كسب أكبر قدر من الأرض وتشديد الخناق على مساحات سيطرة الانقلابيين وتواجد ميليشياتهم.